الزواج لا يعرف السن أو التوافق في العمر، خاصة في زيجات الوسط الفني، فقد كان وما زال زواج الفنان أو الفنانة بمن هو أصغر عمراً ليس غريباً وليس له مقاييس، فالبعض استمر في سعادة والأغلبية حصلت على شهادة الطلاق لإثبات أن توافق العمر مهم في الزواج. وفاجأت نيلي كريم الرأي العام بإعلان زواجها من هشام عاشور بطل الإسكواش الذي أصغر منها بـ8 سنوات، لكنهما تصدروا لنقد السوشيال ميديا بقولهما السن لا يهم ولا نشعر به، ويتعامل الزوجان مع منتقديهما بالتجاهل فقط. كمان تكبر الفنانة مي كساب عن زوجها مضرب المهرجانات أوكا بنحو 10 سنوات، ووقت زواجهما نال ما لا يتحمله بشر من نقد وسخرية. وعلى الرغم من ذلك واختلاف الشخصيات نجح زواجهما ونتج عنه طفلان. وتزوج المطرب أحمد سعد من الفنانة سمية الخشاب رغم وجود فارق كبير في السن، فسمية أكبر منه بنحو 15 سنة، لكن لم يستمر زواجهما كثيرا، وسرعان ما حدث بينهم مشاكل وخلافات كبيرة انتهت بالطلاق. وياسمين عبد العزيز حينما فاجأت الجميع بكتابة كلمة بحبك على صفحة الفنان الشاب أحمد العوضي أحدثت انقلابا على مواقع التواصل الاجتماعي لأسباب كثيرة، أهمهم فرق السن بينهم لأنه أصغر منها بـ6 سنوات، كما أنه يقل عنها شهرة نجومية. ولكن ياسمين أنهت الأمر مبكرا بأنه حبيبها، وأعلنت الفنانة يسرى عن زواجها بخالد سليم شقيق الممثل هشام سليم واللي أصغر منها بأكثر من 15 سنة. ووفاء الكلان ارتبطت بالممثل السوري تيم حسن على الرغم من أنها أكبر منه بـ4 سنوات، إلى أن هذا الأمر لم يمثل عائقا أمام الحب الكبير اللي كانوا بيعيشوه. وحنان مطوع جمعتها صداقة قوية بالمخرج أمير اليماني وتحولت لحب ثم زواج على الرغم من أنها أكبر منه بحوالي 3 سنوات. وغادة عبد الرازق تزوجت من مدير التصوير هيثم زانيتا رغم أنه أصغر منها بـ20 عاما، واحتفلت غادة وزانيتا بزفافهما في كواليس تصوير مسلسل سلطانة المعز. بالإضافة لأنغام المطربة المصرية تزوجت من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم وتصدرت عناوين الأخبار بسبب فرق السن الكبير بينهم الذي وصل إلى ما يقارب 11 عام، وأدى إلى فتح باب الانتقادات عليهم بشكل كبير، لكن الزواج لم يدم طويلاً وانتهى بالطلاق. إضافة لزواج فاتن حمامة سيدة الشاشة من الفنان العالمي الراحل عمر الشريف والتي تكبر عنه بعام واحد. وتزوجت النجمة سعاد حسني من الفنان زكي فطين عبد الوهاب، وكانت السندريلا أكبر منه بحوالي 18 سنة، لكن زواجهم لم يدم طويلا، فبعد عدة أشهر قرروا الانفصال ووصفوا هذه التجربة بتجربة غير متكافئة نظرا لأنه كان طالب في هذا الوقت وهي نجمة كبيرة. وتزوجت الفنانة تحية كاريوكي من النجم رشدي أباظة وكانت أكبر منه بـ7 سنين، واستمر زواجهم ما يقرب من 3 سنوات، وكانت تحية الزوجة الأولى في حياة رشدي أباظة بينما رشدي أباظة السابع في حياتها، ولن ينفصلوا أيضا. وغيرهم من الفنانين على مر السنين.